أقدم الفنان التركي تشاغلار أرطغرل على تصرف غريب من نوعه، حيث انتقم من مدرسته الابتدائية بأن قام بشرائها وهدمها بعد تركه لها منذ 30 عاماً، موضحاً السبب وهو ضربه في صغره من معلميه، الأمر الذي لا يزال يعاني منه نفسياً حتى الآن. وقد شارك أرطغرل جمهوره على إنستغرام صوره أمام المدرسة التي قام بهدمها، معلقاً أن ضرب معلميه له هو ما جعل الانتقام ينمو بداخله حتى استطاع أن يشتريها ويهدمها، وأنه سيتركها هكذا ولن يبني شيئاً آخر مكانها لتظل مثل صدماته التي تحولت إلى ركام مع الوقت. وقد لاقى هذا التصرف ردود أفعال مختلفة، فهناك من شارك التعليقات بذكرياته عن مدرسته الابتدائية، وهناك من انتقده على فعلته لأنه نجم مشهور ويجب عليه احترام التعليم. يذكر أن الفنان التركي تشاغلار أرطغرل شارك في الكثير من المسلسلات التركية الشهيرة، والتي كان من أبرزها فضيلة وبناتها والعشق الفاخر الذي اشتهر به عربياً باسم كرم.